إسطنبول إينونو هي منطقة يقع في منطقة فاتح في إسطنبول، تركيا. وهي موجودة في الجانب الأوروبي من المدينة، وتضم عدداً من المعالم التاريخية والثقافية الهامة، بما في ذلك السوق الكبير، السوق الملحي، المسجد الجديد، وجسر غلاتا. وتعرف المنطقة أيضاً بجو الحيوي الذي يتمثل في مزيج من الثقافة التركية التقليدية والحديث. هي مكان شعبي للسياح الذين يأتون لتجربة المختلفة من القديم والجديد التي تصف إسطنبول.